خليني أحل السؤال عشان وقت المحاضرة. يبقى المطلوب في السؤال: اكتبي برنامج لطباعة الأرقام التي لها نفس الإشارة للأرقام المجاورة على اليمين أو على اليسار. تمام؟ حكيت عشان أنا أسهل الموضوع من أساسيات إنه أنا أكتب الدالة أو أكتب يعني دالة إيش بتلزمني، إنه ليش الدالة أنا بتلزمني، إنه أنا بدي أبسط الكود أو إنه أنا بدي أعيد أستخدم كود معين. فهنا المبدأ إنه أنا بدي أبسط الكود، فبدي أعرف دالة هنا is same sign إيش بدي أعطيله؟ ثلاث أرقام x y z. بدي أحكي إذا كان الـ x أكبر من صفر موجب، and y أكبر من صفر موجب، and z أكبر من صفر يبقى كله موجب، and return true. في عندي حالة تانية الف. نعم، إيش القائمة؟ طبعاً بغض النظر يب ماشي، ما انا حكيت انه الرقم يكون له اشاره نفس الاشاره مع الجار اليمين واليسار، يبقى هما كم رقم؟ ثلاث ارقام. يبقى العنصر نفسه جاره على اليمين وجاره على اليسار ثلاث ارقام. الحاله الثانيه انه الارقام هاي تكون سالبه، فهي هنا نفس الكلام هذا بس حيكون سالب، اقل من الصفر. برضو في هاي الحاله شو برجع؟ ترو. لا، في عندي حاله ثالثه بدي احطها في الالس. تمام، يبقى هنا الحاله هذه هاي بدي اكتب لك عليها انه هذا بوزيتيف وهذا كله هنا all positive وهنا all negative. طبعا الحالة الثالثة انه يكون في منهم موجب ومنهم سالب، فبالتالي بيصير بريك للحالة الأولى، يعني فورس للحالة الأولى والفورس للثانية، فبالتالي هنا الـ else أي شيء غير هيك return false. هاي القائمة أنا عندي. طبعا ببدأ for i in range، أول عنصر مش حقدر أفحص جاره على اليسار الاندكس 0، عشان هيك ببدأ بالواحد. وآخر عنصر بقدرش أفحص جاره على اليمين، عشان هيك بحط لين ماينس واحد، لين الـ واحد ماينس واحد. بروح بلف عليهم. if الـ واحد وبدي أستدعي الدالة is same size same sign، إيش بدي أعطيله؟ الـ واحد i ناقص واحد الواحد اوف الاي الواحد اوف الاي زائد واحد. تمام، ثلاث ارقام يبقى هنا هذا العنصر على اليسار اي زائد ناقص واحد، العنصر نفسه، العنصر على اليمين اي زائد واحد. بنروح نطبع على العنصر. تمام، واضح؟ واضح يا بنات الكود؟ طيب خلينا نجربه، بدنا نحط سلسلة أرقام نتفق عليها ونكون عارفين إيش المفروض إنه هو يطلع معي. خليني أشغل. يبقى بدي أحط مثلا ماينس واحد، زيرو، ثلاثة، خمسة، 12، ناقص أربعة، ناقص تسعة، ناقص أربعين، ثلاثة. إيش المفروض يطبع؟ الزيرو؟ لا. ثلاثة؟ نعم. خمسة؟ 12؟ لا. سالب 4 9 سالب 9 فقط، يبقى 0 3
3 5 وسالب 9 لانه 0 اوكي صحيح. فهنا ممكن نحط في الشرط هنا انه يكون انه 0 موجب هذا الشرط في الداله هيك بتكون انه بيرفكت. تمام هنا برجع ادخل بنفس الانبوت وبيطلع عندي الثلاثة والخمسة والناقص تسعة. تمام؟ في أي سؤال يا بنات؟ واضح إنه كيف تتعاملوا مع مسائل من هالنوع؟ يعطيكم العافية.